ربما كانت الجينات وضغوطات المجتمع الدافعة وراء قيام بعض النساء بتجويع أنفسهن للحصول على أقصى درجات وأحياناً الموت. سبب ذلك بيولوجي؟ سيجعلني أقوى وأحسن. كان أجدادنا قبل 3 ملايين سنة نحيلين جداً، كيف أصبحت الحياة على الأرض متنوعة جداً؟ إذا اشتريت 1,000,000 بطاقة يا نصيب، تزداد فرصة الفوز بالجائزة الأولى. التعليمات الخاصة بالإنسان مدونة في 3 مليارات رسالة مكونة من رموز، ما يبين لأجسادنا كيف تعيش وتنمو وتموت. يسمى هذا الرمز بالمتوالية الجينية. مرحبا بكم في برنامج أسرار المتوالية الجينية. أنا لاكي سيفرسون. يعد مرض فقدان الشهية العصبي مرضا مدمرا. إنه مرض نادر يصيب أقل من 1% من السكان، والأشخاص الذين يعانون منه هم دائما من النساء اللواتي يعملن على تجويع أنفسهن بشكل خطير ليصبحن نحيلات. وفي الكثير من الحالات يجوعن أنفسهن لدرجة كبيرة تصل إلى الموت. يحدث مرض فقدان الشهية نتيجة هاجسنا الكبير بالنحافة. على الأقل هذا هو المفهوم الشائع، لكن تركز الأبحاث الحديثة على الاهتمام بالصلة الجينية. لورا مثال على ذلك، فقد أصيبت بمرض فقدان الشهية العصبي خلال سن البلوغ. كان هناك حدث عائلي في تلك الفترة جعلتني هذه الحادثة المعينة أفقد السيطرة على نفسي، لذا لا أتعامل مع هذه العواطف. لقد أصبت باضطراب في الأكل وعانيت كثيرا من ذلك. في 4 سنوات الماضية أدخلت لورا إلى المستشفى 7 مرات واستمرت بمقاومة اضطرابها في تناول الطعام. رأيناها تحتضر 1 مرات تقريبا، وينتابك شعور عند ذهابك للنوم في الليل. كنت أستيقظ في منتصفه وأذهب إلى غرفتها لأشعر بنبضها لأتأكد بأنها على قيد الحياة. أمر مخيف بالفعل. يعد فقدان الشهية من أكثر الاضطرابات النفسية القاتلة. إنه أكثر فتكا من مرض انفصام الشخصية. إنه تقريبا كالاكتئاب الرئيسي، ويمكنه أن يسبب أيضا مشاكل صحية دائمة. أصبت بمرض ضعف العظام الذي يدعى الآن مرض هشاشة العظام، بحيث تصبح العظام هشة وضعيفة ونحيلة وجوفاء. وانقطاع الحيض في 3 السنوات الماضية حيث انقطعت الدورة الشهرية. عندما ازداد مرضي أصبت بالجفاف وتشققت يداي وشفتاي وبشرتي. أصبت بالإمساك والإسهال وتساقط شعري، واعتقدوا أنني مصابة بالسرطان. لاحظ الأطباء وجود نماذج سلوكية متشابهة بين المصابين بمرض فقدان الشهية. المرحلة العمرية لبداية هذا المرض معروفة، ويميل لإصابة جنس واحد فقط، وأعراضه متشابهة لدى الأشخاص. وعندما تشاهد نموذجاً كهذا لعدد من ذوي الاختصاص على الأقل، فإنه ينبئ بأسباب بيولوجية. تبدأ التطورات في مجال العلوم بوضع تخمينات ناتجة من الإلهام والحدس المفاجئ. وفيما يتعلق بعلم الجينات البشري، عند تعقب أصل مرض معين يساعد على إجراء المقارنات. لهذا السبب تعد دراسة التوائم ضرورية جدا. تمنح الاختلافات بين التوائم المتطابقة وغير المتطابقة العلماء فهما عميقا للاختلافات بين العوامل الجينية والبيئة التي تؤثر على حياة التوائم وسلوكياتهم وصحتهم. في حالة مرض فقدان الشهية، أظهرت دراسة التوائم أنه إذا كان أحد التوأمين مصاب بمرض ما، فيوجد إمكانية لإصابة الآخر به أيضاً، ويشير هذا إلى المكون الجيني القوي لذلك الاضطراب. لعزل الجينات ذات العلاقة، يستخدم الباحثون ما يدعى بدراسة الصلة، وهو تحليل معقد للميزات الفريدة للمرض المنتشر في العائلات. علينا في الواقع إجراء أبحاث على المرض والتفكير بما يميز المرض وكيف يمكن أن يساهم باستخراج الإشارة من البيانات الجينية، وهذا مهم. ركزوا على الصفات الشخصية المرتبطة بمرض معين يدعى بمرض فقدان الشهية العصبي. هذا هو المرض المعهود الذي يعاني منه أشخاص مثل لورا التي تخسر الوزن فقط باتباع الحمية القاسية والتمرين.
من بين الأشياء المميزة لاضطراب مرض فقدان الشهية العصبي وجود نمط مميز للشخصية التي تصاب به. إن مرضى فقدان الشهية هم الأشخاص الذين يبحثون عن الكمال. إن البحث عن الكمال هو ما يقودني تماماً لعدم الاقتناع بمن أكون أو بالطعام الذي أتناوله، لذا أمارس الرياضة وأقوم بتدريب التنس لساعات طويلة يومياً. إن الميزة التي تسيطر على مرض فقدان الشهية العصبي الاستياء الشديد لشخص ما من جسمه والولع بالنحافة. سألني طبيب نفسي في إحدى المرات إذا دفع لي شخص ما مليون دولار لأتناول شطيرة برجر كبيرة، تحسنت صحتي الآن، لذا كانت إجابتي مستحيل، لا يمكن لأحد أن يدفع لي هذا المبلغ، كنت أرغب في أن أكون نحيلة. حدد ذلك بوضوح مميزات الشخصية المرتبطة بمرض فقدان الشهية العصبي، وقاد الفريق إلى ثلاثة مناطق في المادة الوراثية. كانت المنطقة الأكثر أهمية هي منطقة الكروموسوم واحد. عندما ننتقل إلى الكروموسوم واحد نلاحظ وجود نتوءات مثيرة للاهتمام، لكنها ليست كثيرة، ونحاول تحويل هذه النتوءات إلى كتل ضخمة، وإذا ارتفعت مستوياتها لدرجة كبيرة سيزداد اهتمامنا بها. يخبرنا ذلك أين نبدأ البحث، وبوسعنا الآن فقط الرجوع إلى الوراء والبحث بدقة أكبر، ونسأل ما هي الجينات التي قد تكون مسؤولة عن تلك الصلة التي تؤثر على مرض فقدان الشهية العصبي، وثانياً ماذا تفعل هذه الجينات وما وظيفتها، وكيف تؤثر على الأفراد الذين لا يملكون ميلاً وراثياً للإصابة به. بالإضافة إلى تحليل الترابط، قارن الفريق دماغ النساء اللواتي تعافين من مرض فقدان الشهية العصبي مع مجموعة تجريبية لنساء غير المصابات. أظهرت النساء اللواتي تعافين من مرض فقدان الشهية تغيرات في مستقبلات مادة السيروتونين، وهي المناطق الملونة على صورة الرنين المغناطيسي هذه. يعد السيروتونين ناقلاً عصبياً كيميائياً في الدماغ، ينقل الرسائل بين نهاية الأعصاب، ويبدو أنه يلعب دوراً مهماً في تحفيز الشهية وضبط النفس. تبين أن الهرمونات الأنثوية مثل هرمون الأستروجين بالذات يملك تأثيراً كبيراً على نظام السيروتونين، وتظهر أعراض هذا الاضطراب بصفة مستمرة دائماً، وذلك في مرحلة البلوغ. عند دراسة الاضطرابات المعقدة مثل مرض فقدان الشهية العصبي، يشعر الباحثون اليوم أن أفضل وسيلة هي فحص الحالة باستخدام جميع المصادر المتوفرة. يمكننا استخدام دراسات تصوير الدماغ للقول إن هذا ناقل عصبي معين أو منطقة عصبية في الدماغ تتعلق بمرض فقدان الشهية العصبي. لنرجع إلى دراسة المادة الوراثية الآن لنرى الجينات الموجودة في هذه المناطق ولنعرف إذا كان هناك أي تبديل لهذه. إن مساعدة الفتيات مثل لورا هو البداية فقط. من بين المشاكل التي تواجهنا في مرض فقدان الشهية العصبي هو الفشل في منع الإصابة به، ومن بين الأشياء التي نريد تحقيقها أن نتمكن من تحديد الأفراد المعرضين لخطر جيني كبير. قد نكون قادرين على تصميم برنامج لوقاية هؤلاء الأفراد ذوي الحاجة الماسة إليها. من المحبط معرفة أن لتكوين الجيني دور بإصابة بمرض فقدان الشهية. أنا أؤمن بشدة أن جميع الأشخاص يمرون بمراحل مختلفة من الصراع في حياتهم بغض النظر عن نوع تكوينهم الجيني. يبدو أن هذا المرض يشكل أكبر صراع لي، وعندما أتعافى من مرض فقدان الشهية الذي يسيطر على حياتي سأكون أقوى وأفضل. أكملت الدكتورة سينثيا دراسة أخرى للجينات ستنشر قريباً تصف فيها العثور على صلة جينية مفيدة لمرض النهم، أي الإفراط في تناول الطعام الذي يتبعه التقيؤ المتعمد. فقد لاحظ الباحثون في السنوات الأخيرة أن مرض النهم يبدو أكثر شيوعاً في عائلات معينة. لدي لغز لكم، ما هو الشيء الذي يشبه حبتي بازيلا موجودتين داخل القرن
لكنه مختلف مثل الليل والنهار؟ الإجابة هي أي شكلين من أشكال الحياة تقريباً. فعلى مستوى الجزيئات يكون الاختلاف بينك وبين جارك أو بينك وبيني مسألة آلاف قليلة من الأحرف الجينية. واكتشفنا أن الاختلاف بين البشر وأول ابن عم لنا الشمبانزي هو 1.3% تقريباً. يتكون كل شيء بدءاً من البكتيريا إلى العالم من ترتيبات مختلفة لنفس المادة الجينية. إن طريقة تطور أشكال الحياة واستمرار التنوع تستمر بتحييرنا وإدهاشنا، وهذه المهمة تقع على عاتق العلم. نعرف أن الحيوانات تطورت من خلية فردية، وربما بدأ تطورها قبل حوالي بليون سنة. لقد كنا نحاول تعقب تركيب الكائنات الحية الأكثر تعقيداً وأعداد أكبر من أنواع الخلايا والسلوكيات الأكثر تعقيداً والتراكيب والأعضاء. نحاول تعقبها من خلال دراسة الجينات التي تتحكم بتكوين هذه التراكيب في الحيوانات الحية. انتقل الدكتور كارول وفريقه إلى حيوان العلماء المفضل، وهو ذبابة الفاكهة. يشبه الحمض النووي الخاص بذباب الفاكهة حمضنا النووي بدرجة كبيرة. مهما اختلفت الحيوانات في الحجم والشكل والتركيب، ومهما كان التغيير الذي يمكن أن نراه كبيراً ومرئياً، إلا أن المنطق الجيني والجينات التي تتحكم بتكوين الجسم متشابهة للغاية. لكن إذا كانت جميع المخلوقات تملك نفس الجينات، كيف يمكن أن نكون مختلفين كثيراً هكذا؟ الإجابة هي الطفرات، وكلاء التطور. هذه هي التغيرات التي تحصل في تركيب الجين التي يمكن أن تكون نتيجة فيروس أو شكل من أشكال الإشعاعات أو أمور أخرى، ويمكن أن يكون لهذه التغيرات تأثيرات ثابتة. في كتاب أصل الأجناس قدم تشارلز داروين نظرية التطور عبر الاختيار الطبيعي، وهي العملية التي تظهر فيها الأنواع تغيراً تدريجياً نتيجة الطفرات أو عبر آلاف الأجيال. إذا أنتجت هذه التغيرات ضرراً مستمراً سيتم اختيارها في النهاية، وإذا قدمت فائدة لبقاء الكائن الحي سيتم نقلها. مثلاً احتمالات بقاء فراشة في طبيعة خضراء وبنية ستزداد بشكل كبير بطفرة تعطيها أجنحة خضراء وبنية اللون. تتطور هذه التغيرات داخل كل فصيلة مع الزمن وتتوارثها الأجيال القادمة. يعرف هذا التطور بالتطور البيولوجي. أعتقد أن الفراشات تشكل عالماً صغيراً للطبيعة بالكامل، لأنها تفرعت إلى أنواع كثيرة مختلفة، ولأنها تملك الكثير من التفاعلات ضمن بيئتها. توضح الفراشات فكرة مشتركة، وهي أن الجينات ذاتها تقوم بأغراض مختلفة. ركز كارول وباحثوه على جين معين عرفوا أنه يملك تاريخ تطور قديم. نعرف أن جيناً يدعى ديستلس لقب بهذا الاسم لأنه يشترك في تطوير التراكيب الطرفية أو أجزاء التراكيب البارزة للحيوانات. إن جين ديستلس قديم كالحيوانات نفسها. تم الاحتفاظ بذلك الجين لمئات بلايين السنين في جميع أنواع الكائنات الحية بما فيها البشر، وقد ظهر بالعديد من الأشكال المختلفة. نستخدم الجين لبناء جميع أنواع التراكيب كاستخدامه في بنية الوجه واستخدامه في بنية الأطراف. لذا تملك بعض هذه الجينات تاريخاً طويلاً، لكن خلال أي مسار معين للتطور كانت تستخدم لأغراض معينة. لذا الآلية الدقيقة المستخدمة هي للوصول إلى شيء في الحيوانات باستخدام الجينات في أماكن جديدة في الجسم. تحدث بعض الاختلافات بالطريقة التي تظهر بها الجينات نفسها. تنقل الجينات المعلومات إلى كل خلية في الكائن الحي وتوجهها لما عليها أن تفعل، كيف تتصرف، ونوع البناء الذي عليها أن تنمو داخله. تعمل الجينات الموجودة في كل خلية على توجيهها لتتطور إلى خلية دم أو خلية دماغ في البشر أو خلية جناح أو خلية قرن استشعار في الفراشات، وهكذا. فهم علم الجينات هو الأساس في فهم التنوع، لأنه في المستوى الأساسي المطلق ما يجعل القطة والكلب مختلفين أو الفراشة وذبابة الفاكهة مختلفة في حمضها النووي.
والأمر صحيح كذلك لدى جميع المخلوقات بما فيها المخلوقات البسيطة التي تزحف في قاع المحيط. يقوم الباحث نيبان باتل من جامعة شيكاغو بدراسة كيف تقوم القشريات كسرطان البحر والروبيان وبراغيث الرمل بالتطور باستمرار، كما هو الأمر مع فراشات سين كارول. أظهرت هذه المخلوقات التي تنتمي إلى عائلة المفصليات تنوعاً مذهلاً. نركز أساساً على فهم طريقة إطلاقها للإشارات التي نعرف أنها تصدرها، بعد ذلك كيف تخصص ذيولها، لأن هذه الملحقات أو الأذرع التي تملكها تجعلها ناجحة جداً. لذا نهتم بالجينات التي تسمح لها بتخصيص هذه الملحقات المختلفة للقيام بأمور مختلفة. تملك الحيوانات المفصلية أجساماً فريدة جداً. أولاً يوجد هيكلها العظمي من الخارج، ويسهل هذا الأمر رؤية طريقة تقسيم جسمها إلى أجزاء متكررة. لذا إذا تشارك البشر غالباً بنفس الجينات مثل جميع الكائنات الحية، فكيف ترتبط الجينات التي تنتج الإشارات في الحيوانات المفصلية بالبشر؟ في الدودة الألفية أو أم 44 يمكنكم ملاحظة النماذج المتكررة لديها وهي أجزاء الجسم، وعادة تملك معظم الحيوانات المفصلية زوجاً من الملحقات على كل جزء من هذه الأجزاء. لدينا هيكل داخلي، لذا يصعب رؤية النماذج المتكررة لدينا، لكنها موجودة مثلاً في نمط أضلاعنا. إنه موضوع يستخدمه علم الأحياء. تتعلم الجينات القديمة خدعا جديدة تساعد كل حيوان على تطوير ملحقات متخصصة يحتاجها للتكيف مع بيئته الفريدة. يسود الاعتقاد أنه في أكثر من نوع من أنواع القشريات البدائية الموجودة منذ مئات ملايين السنين أن جميع الملحقات المتصلة بالصدر متشابهة تقريباً وأنها استخدمت للسباحة، لكن مع استمرار التطور واختلاف القشريات وتطورها خصصت الملحقات القريبة من الرأس لبعض القشريات لاستخدامها في الأكل أيضاً. بيّن لنا الدكتور باتل بعض الأمثلة المثيرة التي توضح طريقة تطور حشرات البحر هذه بطرق عديدة متنوعة. لدينا هنا حيوان قشري يعرفه الجميع، إنه سرطان البحر. هذا مثال على تعديل الكثير من هذه الأجزاء الصدرية لاستخدامها في الغذاء. لذا يملك سرطان البحر القدرة على الهجوم والانقضاض على شيء ما وتمزيق الطعام وأكله دفعة واحدة. حدد باتل إحدى المناطق في المادة الوراثية المسؤولة عن التقسيم. أحد أفضل الأمثلة في المجموعة تدعى جينات النقل أو جينات هوكس، وهذه مجموعة جينات توجد في جميع الحيوانات وتسيطر على ما نسميه بتأقلم الحيوان. إنه يجعل أجزاء الجسم المختلفة تختلف فيما بينها. لدي روبيان ملون بمادة UBX. يبدو جيدا. يمكنك ملاحظة ارتباطه جيدا مع مكان تركيب الطرف. يرمز UBX إلى مادة الألترابيثوراكس التي يبدو بأنها تتحكم بتقسيم جسم سرطان البحر والروبيان. يبدو أن جين UBX الموجود لدى البشر يتحكم بطريقة نمو عمودنا الفقري. يتكون العمود الفقري للبشر من 33 قطعة عظمية تتفرع إلى 5 أنواع مختلفة من الفقرات. الفقرات العنقية مرنة لكنها قوية بما يكفي لتثبيت الرأس، والفقرات الصدرية مصممة لحمل وزن أكبر والاتصال بالحوض، والفقرات القطنية مسؤولة عن احتمال معظم وزن الجسم، أما العجزية فهي مضغوطة من أجل الدعم، وتشكل فقرة العصعص العظمة التي تشبه الذيل في أسفل العمود الفقري. كما هو الأمر لدى أقاربنا التي تستخدم الحيوانات القشرية جين UBX لتخصيص ملحقاتها، يستخدم البشر جينات UBX لنخصص فقراتنا. يعطينا هذا فهماً متزايداً لطريقة أخذ ذلك التطور كائناً حياً بسيطاً موجوداً منذ آلاف السنين، وأنتجت بعد ذلك تنويعاً هائلاً للحياة كما نرى على الأرض. ومن الرائع التفكير بأن هذا الأمر من مجموعة مشتركة من القواعد ومن الجينات الموجودة. كان التطور فعالاً منذ ظهور أول كائن حي ذو خلية فردية قبل بلايين السنين. لقد أخذ الأمر ذلك الوقت للاختيار الطبيعي لإنتاج حيوان يمكن أن يدرس التطور.
أثناء دراستنا لتطورنا حققنا بعض الاكتشافات المهمة بتحليل الحمض النووي الموجود داخل الميتوكوندريا. يمكننا أن نتتبع سلالتنا ل150,000 سنة لولادة سلالات جميع البشر التي يطلق عليها بحواء الإفريقية أو خيطية التي يبدو أنها الأم المشتركة لدى جميع البشر. يعتقد الباحث البريطاني بريان أن معظم من يدعون بأنهم ينحدرون من أصل أوروبي ينحدرون من 7 بنات لحواء اللواتي وجدنا قبل 45,000 سنة. لديه شركة الآن يعمل سكايز أستاذا في جامعة أكسفورد. أرسلوا لي هذا الحمض النووي مؤخرا لمعرفة أي من بنات حواء 7 يمكن أن أنحدر منها. ربما رأيتم هذا من قبل، مسحة للحصول على الخلايا من داخل الخد، الشيء الذي تقوم به لتثبت أنك بالفعل وريث لجميع هؤلاء الملايين وأنك لست عماً لأحد القرود في هذه الطبيعة. دعوني أقرأ التعليمات. عقم فمك بالماء لإزالة الطعام والفتات. أخرج الفرشاة من الجيب مع الحرص على عدم لمس الشعيرات الخشنة بأصابعك. أفرك الفرشاة الخشنة 5 مرات على كل جانب. حاول تجنب لمس أسنانك لأن البكتيريا تتجمع هناك. أرجع الفرشاة داخل الكيس وأرسلها إلى إنجلترا، وخلال عدة أسابيع يتعهدون بأن أعرف من كانت أعظم جدة لي. قد تكون أرسولا أو هيلينا أو زيتا. أليست الأميرة المحاربة؟ تارا؟ من اختار هذه الأسماء؟ منتج أفلام هوليوود. أمر واحد تشاهدونه عند النظر إلى خريطة هذا الموقع، إن قبائلهن هاجرت 1,000 أميال من موطنها الأصلي الإفريقي. دعونا نرى. بإمكانكم أن تلاحظوا كم تغيرت بيئتنا خلال 100,000 السنين الماضية. انتقلنا من إفريقيا إلى طقس بارد جدا وحار رطب جدا وجو جاف للغاية إلى الشمال والجنوب. لذا غيرنا عاداتنا وطورنا الزراعة وغيرنا حميتنا الغذائية. يمكننا أن نعيش الآن في مسكن كثيف جدا لأن موارد الطعام وفيرة جدا. وعندما تعيش في هذه المنطقة القريبة تكون الأسباب المرضية والبكتيريا والكوليرا والملاريا متعددة. لكن أنتج هذا الحيوان الجديد تكييف الهواء والتدفئة المركزية والطب الحديث، وقد يغير الطفرة بالإضافة إلى معادلة الجو بطريقة أخرى. يمكن أن تكون الطفرة جيدة وتصبح سيئة نتيجة تغير البيئة. هذا هو التطور، وفي ذلك الخصوص ربما يتطور البشر خلال أكثر الأنواع مقارنة. حتى بدون ذلك التدخل تحدث الطفرات السيئة التي لا تؤدي تعطيلاً على الفور أسرع بكثير من أن يتخلص منها الاختيار الطبيعي. إن الأمراض الشائعة جداً كمرض الأوعية القلبية والسكري والربو ومعظم الأمراض الشائعة تكون نتيجة ما نطلق عليها الطفرات قليلة التأثير. إن كل طفرة لا تسبب أذىً كبيراً بذاتها، لكن المشكلة هي وجود عدد كبير منها لدينا، ويمكن أن يكون ذلك قلقاً صحياً عاماً في النهاية. لا يزال الاختيار الطبيعي قادراً على إزالة جميع الطفرات الناتجة، لكن لا يقوم بذلك بسرعة. لذا قبل أن تتم إزالة الطفرة بالكامل من السكان قد يكون لها وقت زيارة، وقت الاحتفاظ بمئات الأجيال لدى السكان. لم نذكر حتى الآن عنصراً واحداً أساسياً تتضمنه نظرية داروين للاختيار الطبيعي لحسن الحظ. إن المفهوم الأساسي هو حول أن تملك كل طفرة فرصة ضئيلة بأن تصبح ثابتة، لكن هناك العديد منها. لذا إن قمت بشراء 1,000,000 بطاقة يا نصيب تكون فرصة حصولك على الجائزة الكبرى جيدة، وهذا هو الموضوع الذي نعالجه. هذا صحيح في عالم الجزيئات، فالبقاء للأقوى لا ينطبق هناك، وإنما البقاء للأكثر حظاً. يبدو أن داروين كان محقاً عندما قال إن البقاء للأقوى، فهي تنضوي على حقيقة، واللياقة بحد ذاتها تنتج من الطفرة العشوائية
الأمر الذي يقودنا إلى الفصل الأخير في هذا التاريخ الذي يصل عمره إلى 3 بلايين سنة. العملية ذاتها أنتجت تنوعاً كبيراً في الحياة على الكوكب، وأنتجت الآن حيواناً يتعلم استخدام الجينات للعلاج وإضافة وإزالة الجينات وإزالة الطفرات متجاوزاً سباق الاختيار الطبيعي. هذا ممتع جداً. هذه هي الحياة. قدمت لكم هذه الحلقة، أنا لكي سيفرسون.